السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ حلقتنا إن شاء الله. واللي يريد يشارك بحلقة صوتكم أرقام راح تظهر أسفل الشاشة، يقدر يدق بأي لحظة بالبرنامج على أرقام البرنامج، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان أكو رقم بالأسفل جوا بصفة إشارة الواتساب، يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب للحلقة، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا واللي هو ملف النازحين. هواية حكينا عن النازحين بالعراق، هواية حكينا عن معاناة النازحين بالعراق، وهواية بينا ملفات الفساد اللي تصير بقضية النازحين بالعراق، وهواية تكلمنا عن الأموال اللي دا تسرق، وأيضا المعاناة اللي دا يعيشوها النازحين بالمخيمات بظل الإهمال الحكومي المستمر لهم، بظل ترك السلطات للنازحين بمخيمات بدون أي أبسط حقوق أو أبسط مقومات الحياة اللي من المفترض أن توفرها حكومة لهم. وأفضل شيء المفروض الحكومة أو أبسط شيء المفروض الحكومة تفكر به هو إعادة هؤلاء إلى مناطقهم. هذا طلع بظرف، الظرف انتهى، المفروض المناطق المدمرة تعمر ويرجعون مرة أخرى. نازحي العراق جددوا مناشداتهم عبر مقاطع فيديوية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وراح نطلع لكم بعض منها. ناشدوا الحكومة، جهات المعنية، منظمات الإغاثة، منظمات حقوق الإنسان، منظمات محلية، منظمات عراقية، يعني منظمات دولية من خارج العراق، أن ينهون معاناتهم اللي فاقمها فصل الشتاء وغياب الرعاية الصحية. بوسط انتقادات لاذعة للحكومة بإهمال هذا الملف الإنساني، ومن بين هاي المناشدات الهواية تم تداول مناشدة للنازح أبو أيوب من قبل الناشطين اللي عاني أبو أيوب من تبعات مرض الفشل الكلوي، مو بس هو، لا هو وأطفاله، وتفاقمت حالته الصحية بمخيم النزوح بمحافظة لمبار من دون أن تلتفت الحكومة إلهم أو الأطفاله اللي حاولون أن يكملون دراستهم على الرغم من معاناتهم من هذا المرض بمناطق ما بيها أبسط شيء من الممكن أن يعينهم. خلونا نشوف. ست المريض أبو أيوب. نعم. اللي ساكن بمخيمات المخيم 74. نعم. هذا الرجل والله لا أعرفه ولا هاي، بس أيه. مجرد يعني بمخيمنا. نعم. رجال مريض. أيه. يعني مريض مرض هسه، حتى الدكتور قال له، الدكتور قال له بعد لا تأخذ علاج لأن كلاياك ما تتحمل. تعبت. ورادوا علي مبلغ كثير، يعني مو مال بالكاهو 35 مليون. أبو أيوب هذول طناك قلت نفس الحالة. شنو هذول نفس الشيء هم كلياتهم؟ وعدهم وعدهم التهابات بالمجاري. سبحان الله. نفس الحالة. هم مدارس هم. إن شاء الله. جراحة بالكلى هم. لا إله إلا الله. والله كان هسه شنو عندك علاج تسوي هسه شنو؟ والله ما جاي أخذ أعشاب زيت من الكيمياويات ذني. يعني تقول له ذولا نفس الحالة، يقول لهم إيه إجاهم التهاب من المجاري. طبعا أنا ما أحكي ويا اللي قاعدين على كراسي السلطة بالعراق، خليني نحكي ويا البرة هالمرة. الحال بالعراق يعجبكم؟ حال المواطنين العراقيين عاجبكم؟ أنا ما أقدر أحكي لا ويا واحد قاعد بكرسي ولا إيران ولا من تبع إيران ولف ولفها، بس أحكي ويا الناس اللي من المفترض أنه هي تهتم بهذا الموضوع، أحكي ويا الناس اللي تحب العراقيين، وأحكي همينا ويا الأسرة الدولية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. أنتوا لما تشوفون حال العراقيين هيك، يا حظي ليش ساكتين؟ ما حد يعرف. هذا أبو أيوب. إذا عفنا أبو أيوب ورحنا إلى سيدة نازحة ناجدت حتى يتم توفير مستلزمات الدراسية لأطفالها بظل عجزها وعدم قدرتها المالية على توفير هاي المستلزمات، على الرغم أنه مفروض أكو يعني إعانات تقدمها الحكومة لهم. هم ما يشتغلون، المعيل قد يكون ما موجود، عايشين بخيام بالية، هم يعانون من برد الشتاء أصلا، ومع ذلك يردون يدرسون. وجدت هاي الأم صورت هذا الفيديو أو صوروها وتقول أنا كل شيء ما أريد،
أنا أريدكم تطون لوازم مدرسية إلى هذول الجهال حتى يعلمون دراستهم، كملوا دراستهم. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا غامرية مخيمات غامرية الفلوجة، عندنا طالبات ابتدائية ومتوسطة وطالب من خيرين صداري ومصان هلا هلا، وإنه ما يطلع على يحكي، أنا أمهن أحكي مكان ومكان الطالبات الكل هلا هلا بيهين. أيها الله يلحقكم أجار ويطلع العدد، والله عدد الطالبات ابتدائية متوسطة بالسبعين وأزيد. أيوه والله هلا من المرور. أيوه والناشد الخيرين الطيبين والمور تعبانة، رحم الله والديك. حجية عدد الطالبات بالمخيم بالسبعين وأزيد، إذا قلنا أي صف بي 3 سراوات رحلات، كل سرة بي 8 رحلات، يعني كل سرة يشيل 16 طالب، 16 طالب في 3، أنت دا تحكين على 48 طالب، 48 طالب نص هالكمية اللي دا تحكين عليهم. إذا قلنا 100 طالب يعني صفين ونص، لا صفين وطالبين حتى يصيرون 100 طالب، يعني أنت مدى الطلبين وزارة التربية توفر لك لوازم مدرسية المدرسة، لا صفين. وخلنا نروح 150 3 صفوف بس، إذا هي المدارس ما ماخذة لوازم مدرسية ما نعرف وزارة التربية المن دا تودي الفلوس، ما حد يدري. أهل الخير والناشطين والجمعيات الخيرية الإغاثية غير حكومية، حطوا عليها علامة استفهام وخلوها بين قوسين وألف خط جواها، الجمعيات الخيرية المو حكومية، تأمن اللي تقدر عليه، اللي تقدر الجمعة، اللي تقدر توفره بعد ما تنشر انه اكو حملة معينة، يجون أهل الخير يتبرعون، اللي يقدر يتبرع بمال، اللي يقدر يتبرع بلوازم، اللي يقدر يتبرع ببطانيات، اللي يقدر يتبرع بصوبات، اللي يقدر يتبرع بأكل، يتبرعون ويلمون حتى يقدمون العون أو العون للعائلات النازحة. هذا مشهد طبعا يعبر عن روح التكافل اللي موجودة بين أبناء المجتمع العراقي اللي حاولوا السياسيين من 2003 لحد هاي اللحظة بعد ما احتلت أمريكا العراق وسلمت العراق إلى إيران أنه يفرقون هذا الشعب، لكن أواصر اللحمة العراقية بعدها موجودة. خلونا نشوف هاي المبادرة اللي أطلقها واحد من نشطاء تشرين قبل أن نستعرض التغريدات على وسم هاشتاج حملت مساعدة المهجرين. خلونا نشوف. يوم فضل الله هاي التبرعات، هاي كل الكاملات، هاي الصوبات والملابس وهاي البطانيات كاملات وهاي المواد كذلك، هاي البطانيات والصوبات. هاي الفيديو هذا مو واحد، اكو هواية مثله، اكو هواية مثله. مثلا جمعيات أم القرى، القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، جمعيات مو حكومية، جمعيات تحاول توفر ما تقدر توفره للنازحين، إن كان سلة غذائية، إن كان كسوة ملابس إلى الأطفال أو الأيتام، إن كان منحة مالية، إن كان لوازم مدرسية، إن كان معدات شوية تدفيهم بالشتاء، هم قاعدين بخيمة تمطر الدنيا يغرقون. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة تويتر على هاشتاج حملت مساعدة المهجرين من نور الناصر، تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لعنة الله عليكم، ساسة السنة قبل الشيعة، الله ينتقم منكم. علا: جلست أمام المدفأة أدفي نفسي من برد الشتاء، فتذكرت كل الذين لا مأوى لهم، فتملكني الحزن واليأس، أقف عاجزة وأنا أردد: يا شتاء كن رحيما ببردك، وخفيفا على من لا يملكون حولا ولا قوة ولا مأوى يحتمون به من بردك وغضب ريحك الباردة. هاشتاج حملة مساعدة المهجرين. بنت العراق: هاشتاج حملة مساعدة المهجرين، أطفال ماتت من البرد والجوع، أي ضمير تحملون؟ نتمنى التفات لهم. ولينا كونتيسة تقول: يلا وين هالغيرة العراقية والإنسانية الحلوة، شاركونا هذا الهاشتاج، محا يخسرك شيء وتكسب بأجر، يلا نساعد أهلنا. هاشتاج حملة مساعدة المهجرين. كانت هاي التغريدات
على منصة تويتر على هذه الحملة أو على هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق في 24 ساعة الماضية. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بالنسبة لمأساة النازحين أصبحت ديدنا وأمرا معتادا يتكرر كل يوم، ومن العيب ومن المشين على حكومة المنطقة الخضراء أن حكومات أو متبرعين من خارج العراق تحملهم الغيرة والرأفة على المرضى وعلى المحتاجين وعلى المهجرين في داخل العراق، وحكومة المنطقة الخضراء غارقة في السرقات وفي الرشا وفي تهريب الأموال إلى دولة إيران وتجويع هذا الشعب المسكين. يا سيدي، من أغرب حالات الاعتناء بالمرضى المهجرين في الدول الأوروبية رواية عن شاب صومالي مقعد وأخرس، وقد أجلسوه في المسجد وخصصت له دولة السويد خادما يخدمه داخل المسجد، وهذا الشاب مقعد ولا يستطيع أن يتكلم إلا بإشارة عود قد ثبت في رأسه عن طريق طوق يؤشر على الشراب أو الطعام أو غير الحاجات لكي يلبوا له حاجاته، وهذه دولة أوروبية ليست مجبرة بأن تداري وتعتني بهذا النازح الفقير، فما بالك بدولة تخلت عن مواطنيها. وأقول لهذه الدولة المتفسخة، مصطلح حقوق الإنسان أو وزارة حقوق الإنسان الغوها واشطبوها من قواميسكم، وعلى كل دولة وعلى كل منظمة إنسانية أن تلغي عليها أن تلغي مصطلح حقوق الإنسان في داخل هذا البلد، لأن الإنسان ليس له قيمة، ولأن الإنسانية قد غادرت المنطقة الخضراء، وحالنا مع الثروات كحال الشاعر عندما يقول كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. شكرا للبرنامج. شكرا، شكرا لك أبو سمية. محمد من أمريكا حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ أيسد. عليكم السلام ورحمة الله. سادي العزيز، من 2003 رحم الوالديك هم سووا للعراق، هم تدمير العراق كفيلك الله. هسه هم كفيلك الله، ترى مو هم يحكمون العراق، حرس الثور الإيراني وحشاك دني يشتغل بالملاهي يسوي دني سويات الضباط مثل الطليان، هم يحكمون البلد، هم دني الفاسدات يشتغل بالملاهي مال عمار الجرو، عمار الحكيم هذا الصفوي الإيراني كان من إيران جاي يحكم العراق، هذا العمري جايبوك في الأنباج يوديه لإيران. كفيلك الله، هم في تدمير العراق سووا للعراق، عمي دمروا للعراق، الله يهجم على الوشوم. عمي روح شوف النازحين قاتلهم الجوع والظلم والبرد، وين شيوخ العشائر؟ وينه؟ وين هذا محمد الحلبوسي يدعي نفسه وطني؟ يا وطني عمي، كل من يحط بجيبه والفقير واقع بيه. كفيلك الله، ما يصير للبلد إذا مو ثورة مثل إيران وينهوهم ليه. تحياتي للقناة الرافدين البطل. شكرا، شكرا محمد. ننتقل إلى ملفنا الثاني ونحكي به عن قضية حكينا بها قبل يومين، وهي قضية الرمي العشوائي ومصائبة. المشكلة أنه الرمي العشوائي خصوصا لما يفوز المنتخب مو جديدة، يعني خلينا نقول هي أرث، بس أرث تعبان موجودة من زمان. العالم تتطور ما ترجع لي ورا، لكن المشكلة أنه اللي دا يصير بالعراق وإحنا دا نرجع لورا فعليا. دا نحكي ودا نقول يا ناس يا عالم، الرمي العشوائي حتى لو كنت فرحان ترى بيه مصايب. إذا ما دا تصدق، أتمنى اللي يفرح بعرس ويرمي، واللي عنده فاتحة لأنه حزين على واحد توفاله ويقعد يرمي، أنه يفكر أنه هو ميت لواحد راح يموت لواحد ثاني، وأكو واحد غيره هم راح يحزن، وذاك همين راح يرمي وراح يموت لواحد لك وذاك هم راح يحزن وهمين راح يرمي. إذا ما تصدقون الرمي العشوائي شي يسوي، تابعونا هسه. اليوم العراقيين استقبلوا انتصار منتخبهم الوطني أسود الرافدين بطريقة غريبة جدا. نعم، فاز في نصف نهائي بطولة الخليج العربي وصعد للنهائي أمام العنابي القطري. العالم فرحت والعراقيين كلها اخذت يعني صعدت الحماس عندهم انه العراق فاز، بس اجواء الاحتفالات اليوم اللي صارت بالعراق اللي غطى عليها هي الممارسات الخاطئه، او اهمها ما عكر صفو الاحتفال او اجواء الاحتفال هي الرمي العشوائي.
لما أطلق البعض الرصاص الحي على الناس في الهواء مباشرة. هاي الممارسات الخاطئة تسببت بحالات إصابة عديدة بين صفوف المواطنين. مثلا قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار تسببت رصاصة طائشة بإصابة مواطن ببطنه، نقل على أثرها إلى المستشفى، واللي ما يصدق الفيديو هياته شوفه بعينك. حلفنا حكينا اخوان، لا حد يرمي لا حد يرمي، هذا احد الاخوه اجت طلقه هو قاعد بمكانه بامان الله من ورا الناس الهمج. شوفه لا تمشون بحكي مرجعيه، لا بدين لا باسلام، فاتحه ترمي، عرس ترمي، لعبه ترمي، امه ترمي، ناس تحلف تحكي ما تاخذون لانكم همج همج وما عندكم غيره يرمي باللعبه. هذا واحد عبالك بس هذا؟ إذا ما تصدق بهاي الحالة خليك ويانا، جايب لك فيديو ثاني بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد. رصاصة اخترقت سقف واحد من البيوت. تعرفون أنتو الطلقة لما نطب للبيت وما تلقى مكان تنفذ إلى، أو ضربت مثلا بحديدة راح ترجع، وإذا ضربت بمكان ثاني راح، يعني إذا ضربت واحد وطلعت دخلت بكتف واحد منا وطلعت مناك ووقفت مثلا بقنفة أي شيء وارتدت وجت بشخص ثاني، يعني تهدد حياة اللي عايشين بداخل البيت. بمدينة الصدر اكو طلقة طبت واحد من البيوت. مشهد صار داخل البيت يبين خطورة اطلاق النار العشوائي المستمر بكل مرة يحقق بها المنتخب الوطني العراقي انتصار كروي، على الرغم انه اكو هواية مناشدات مجتمعية الله يخليكم اذا المنتخب فاز لا حد يجر سلاحه ويطلع بالشارع ويرمي. خلونا نشوف هذا اللي صار بمدينة الصدر اليوم. دائما حجوات حارة كلش. عمال طلقات معاو. بردت. هاي طلقات. هذا الزرف وذاك الزرف وباردت. هاي وزع عدد هاي ولا النقل. وهاي طلقة تحت الصفة. عم نذبحك دجاجة. لا عزاها. الله وتعالى. نذبح عزاها وجواب. والله هاي شوف هاي طلقة قاعدين وهذا خير ما يشاهد. والله العظيم عمي والعباس طلقة سكتني. كافر ان رحنا على واديكم يعني ان ترمي. لا سوينا الشاب كان كتب. اي والله. بس هاي واحد تصوب والثاني طبت له للبيت، يعني هذا قاعد بامان الله. لا طالع بالشارع، لا مفتر، لا هم يعزلون، قاعد ببيته طبت له الطلقة جوا البيت. اللي بسيارته همينه ما خلصان. عندنا مقطع مصور. يبين لكم تحطم سيارة، تحطم زجاج السيارة الجانبي، الجامعة اللي بصف السائق تفلشت لأنه أكو طلقة طبت، والطلقة هاي إذا راحت هيجي لي جوا واحد قاعد لي ورا صوبته، إذا جت بهالصفحة واحد قاعد لي قدام صوبته، وإذا جت نشخ السائق تصوبه. طبعا هذا الشيء خلى السائق أو صاحب هاي السيارة ينفجر يطق وصار عصبي لأنه يقول أنه هاي الطلقة جت تقتلني. خلونا نشوف. من الله لا يوفقكم وإن شاء الله المنتخب بالخسارة. يعني الساعة الطلقة لو جاء براسي أحد يقول لي ليش؟ يعني هاي لو جاء الطلقة براسي جدا المنتخب من خرب صفحته بالمنتخب. إيه والله خرب صفحتك. هذا اللي صار نتيجة الطلق العشوائي. إذن ثلاث فيديوهات طلعنا لكم إياها بالحلقة، وإذا نريد ندور بعد ونطلع لكم يراد لنا حلقات. فالله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. كل العالم تفرح لما يفوز المنتخب مالته. احنا هسه نحكي لأن المنتخب فاز، كل العالم تفرح بس مو كلها ترمي، لأنه الرمي أكو غيرك راح يروح ضحية له. إذا ذولا سلموا أول واحد ما سلم تصوب، وإذا سلم على روحه أكو غيره ما سلم على روحه. خلونا نقرأ التعليقات بعد ما شافوا الناس هاي الفيديوهات. وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك ليث العامر يقول: مع الأسف على البعض اللي يحسب نفسه عاقل ويقوم بالرمي على أتفه الأسباب وما يرد على الوازع الديني أو الأخلاقي. علي المولى: هكذا احتفل بعض الناس وأحزنوا بفرحهم آخرون. علي: جيراننا عمره 16 سنة واقف بالباب وجت براسه ومات بنفس اللحظة. المشكلة الوحيدة الأهلة، أمه تخبلت، أبون جن. أنا أقول هذا الرمى، هاي الطلقة اللي دمرت هاي العائلة المسكينة
قلها شو يقول الرب العالمين باكر من يوقف بيوم الحساب؟ أبسط شيء الناس كلها تسبه وتلعن أهله يوميا. وحيدر الشمري دماء اللي تنزف بسببهم في ذمتهم إلى يوم القيامة. اللي قال الأخ علي قبل شوية أنه وحيد أهله انضرب طلقة برأسه بباب البيت بسبب طلقة طائشة ومات، أدى إلى فقدان عقل الأم وجنون الأب. هاي مو حالة واحدة واثنين وثلاثة، وايد تتكرر بالعراق. احنا هذا بدنا نحكي عليه، طلقتك اللي انت فرحان ولازم مسدسك او رشاشتك بباب البيت وصاير رجال وترمي، اكو غيرك دا يروح بمكانها. عبد السلام من الرمادي حياك الله. حبيبي اسلام. حبيب قلبي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا ضد الرد العشوائي في عمود المنتخب اللي يلعب، يعني المنتخب كنا احنا نكيف ونفوز، يعني نكيف احنا المنتخب هو بس ما. نعم. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. وياك علي من بغداد حبيبي. عبد السلام لو علي. ألو. ألو. تفضل عبد السلام. شو انقطع السلام؟ زين ما أعرف ليش. نعم. شو انقطع الخط ما أعرف. ماذا أفتهمك أخويا؟ علي لي صوتك شوية إذا أمكن. نعم أنا ضد الرمي العشوائي في اي واحد، يعني يرمي والله اعتذر منك. ايه اي اجى الصوت. ايه نعم، يعني هاي الاطلاقات الناريه ما يصير، يعني بصراحه ما يصير، يعني يضرب في الاجواء على مود المنتخب الوطني يفوز. افرح من... السلام عليكم. شكرا شكرا لك اخ عبد السلام. يبدو انه اكو مشكله من المصدر، وهي واحده من معاناه العراقيين للفساد، انه الخطوط تشبك واحدة على الأخ أو يصير اشتراك بها. أحمد من مصر حياك الله. شلونك يا غاتي؟ حياك الله غاتي. بحييك وبحيي القناة القناة البطلة والسادة المشاهدين الكرام. الله يسلمك يا رب. بالنسبة للمنتخب العراقي اللي بأنه بالفوز العظيم لشعبه العراقي البطل وبأنه بالنسبة للرمي العشوائي والسلاح المنفلت لكل دي الفوضى الخلاقة اللي جابتها جندروسة رئيس المنطقة، ما قالت ان البلد هتعيش، الدول هتعيش في فوضى اللي كانت تفكيك العراق ومصر وداخلين على سوريا، دمروا سوريا وكانوا داخلين على مصر، يعني ربنا ستر علينا. بالنسبة للسلاح المنفلت يا استاذ قفل، يعني مثلا عندنا في مصر اللي هو واحد معاه سلاح، امه وابوه ما دي بلد زي ما بيعرفش طريقه، لان البلد هنا مشدوده، لو شموا خبر ان واحد معاه سلاح في الدوله بينوا عليه يا استاذ قفل، يعني عندنا في مصر عندنا 100 مليون. اما بالنسبه للعراق بقت فوضى، بلد بقت جايبهم الامريكان وعملوا لهم فوضى، قال لهم انتوا تعيشوا في حريه وتعيشوا في كرامه، وضحكوا عليهم، ضحكوا على الشعب العراقي قالوا لهم انتوا تعيشوا في حريه، فلموهم الناس المرتزقه اللي لموهم ومسكوهم البلد ما بيفهموش حاجة، ناس لمتهم المخابرات وناس كان بيبيوس اللي كان بيبيع سبح واللي كان بيخاين واللي كان بيحارب مع ايران ضد العراق واللي كان بيبيع بيغسل اسحن في بريطانيا في المطاعم، فناس ما بتفهمش، فعملوا البلد فيها فوضى، دمروا جيشها ودمروا شرطته ودمروا البلد، ما كان البلد لا كرامة. نعم. قبل 2003 كان العراق كان له كرامة، كان شايف اي دولة نقول لك انا الاقي ورابع راسه، فانا احنا احنا بنعزل العراق ترجع لبيتها ولا كرامتها، احنا بنحب العراق واهل العراق طيبين وناس شبعانه. شكرا يا استاذ. حياك حياك الله اخ احمد، واحنا كنا ايضا نحب الشعب المصري وانت ام الدنيا، حياك الله. علي من بغداد حياك الله. طاب الله المساء على الانسان الخلوق استاذ افهل العزيز علي، حياك يا الله رب خلي. ان شاء الله دائما السلامه إلك ولعائلتك والكل مشاهديك الكرام الأعزاء بهذا الوقت اللي تمام الساعة 10 يا رب إن شاء الله
ونص يكونون كل العراقيين يسلمك ويسلم أهلك إن شاء الله يا رب بخير وبعافية. الله يخليك يا رب. طبعا أستاذ والله العظيم والله العظيم هاي عندنا صارت في التقاليد. طبعا احنا هسه بالعظمية اليوم الطلقات ما احكي لك والله العظيم حتى بكيسيات ترمي ما تقولوا لي شكو بكيسي والله العظيم من بال اي والله بكيسيات ترمي خلي يجيبون شلقة فدنا ويفضوها رباعية ويفضوها يعني رمي بدون توقف يعني شنو ما تقول لي شكو يعني هي هاي هيك السلاح صار بيدي هالشان هسه العالم دا تترجاكم بالجوامع بكل بكل منبر حتى بصلاة الجمعة دا تقولكم يا بالطلقات يا بالعالم يعني شنو العقل الطايش شنو العقل المختول يعني هيك صار السلاح بيد المجهلة بالشارع والله العظيم بالبرام من بدت الطوبة المشاركة مال 25 لحد هذا اليوم ثلاثة أربعة هنا عوائلنا قامت ما تطلع تباع الطوبة وتظل قاعدة بالبيت يعني والله عيب والله العظيم عيب بالقرآن لا عندكم أدب لا عندكم احترام لا عندكم نوع من الأخلاق يعني هاي من دا تصعد فوق مو دا تنزل على أخوك مو دا تنزل على أمك إذا تجر صمون مو دا تنزل على أبوك إذا رايح للسوق نعم كافي والله عيب والقرآن ناس ما تستحي والقرآن ناس ما تستحي بالقرآن بس هو المايل اسمه ضميره يلزم هو هذا يعني هو الإنسان ترى هي نقطة غيرة يعني هي هاي السالفة اللي انتو تسووها وهذا الرمي العشوائي والطلقات وهذا خلوا عم الفرحة دقدقوا هورنات طلعوا فحكوا طلعوا شيلوا أعلام مثل هاي العالم الأوروبا الأطرقات جلبتوا رمي طلقات وبكيسيات وطلاقات تعلمتوا ندعي إن شاء الله من الله العفو والعافية لنا ولكم وجميع أمة محمد حياك والله يعزك إن شاء الله استهدف اليابة سلمك ويعز غاليك يا رب شكرا لك أخ علي شكرا لك. نبقى ببطولة الخليج العربي 25 بمحافظة البصرة الخليج العربي وشدد وأتمنى يأخذون هاي التسمية الخليج العربي ويدزوها لإيران. عموم المحافظات صار بها تراجع بتجهيز التيار الكهربائي وراء ما سحبت وزارة الكهرباء حصص من المحافظات وقدمتها للبصرة حتى يضمنون استمرار التيار الكهربائي بها حتى يبينون العراق مرتاح وماكو أي مشكلة بي للزوار الخلاجة. لكن المفارقة على الرغم من المعاناة المترتبة على هالإجراء بعموم المحافظات بقى التيار الكهربائي بمحافظة البصرة على حالة. المعاناة اللي ترتبت على هذا الشيء انه بالبصرة بها انقطاع لساعات متوالية هذا اللي اعتبروا سكان المدينة اخفاق بتنظيم البطولة وروا وضعهم بموقف محرج امام ضيوفهم اللي قادمين من دول الخليج العربي الشقيق. خلونا نشوف. أنا حالياً بخليج 25 وبيوتنا متروسة ضيوف من كل المحافظات وحتى دول الخليج. إذا أعرف السحل الشتاء وانقطاع الكهرباء مستمر. هسا بالصيف نقول أحمال وتريب وتجاوزات وتطفي الكهرباء. هسا بالشتاء شنو السبب؟ إذا أعرف شنو السبب؟ هاي احنا منطقة القبلة حي الشهداء وحي القائم نصب عليها سي والانقطاعات مستمرة الى متى احنا اهل العراق والبصرة خصوصا نرتاح من قضية الكهرباء وانطفاها المستمر. وزير الكهرباء قلنا يا الله بصري والجو البصرة يختلف عن بقية المحافظات لكن ما ينحل. اذا عرف هالموضوع سياسي يعني ما معقولة الكهرباء 24 ساعة على طول السنة لازم تطفى الكهرباء شتى صيف ما تنحل هاي القضية ليش من الناس هاي كلها والله عندنا ضيوف عندنا خطار من كل محافظات ليش هيكي خي تقول وزير الكهرباء بصري وقلنا يا الله على أساس قاسم الفهداوي من صار وزير الكهرباء الأمبارقة ما تبيع كهرباء للمحافظات البقية هم سووا القبل المحافظاتهم حتى هذا يسوي لكم شيء. طبعا السلطات العراقية تحاول جهدها أن تتستر على عشوائيات على الأكوام ما الزبالة على المستنقعات مي المطر على المستنقعات اللي بيها مي آسن أو مي راكد خصوصا قرب الملاعب اللي دا تقام بيها أو تقام على أرضيتها مباريات بطولة الخليج العربي. لكن الصور اللي وردت من البصرة تبين حجم الفشل الحكومي على الرغم
من صرفهم المليارات تحت عنوان إعادة تأهيل المدينة. ناهيك أنهم بنوا جدار عازل، جدار عزل عنصري ما بين الملعب والزبالة حتى يغطون بها على هاي الصور العشوائيات. خلونا نشوف. هيك كذي هاي بناني، هاي دخو يوم على الملعب، شوف الملعب من هناك يخلون الخليج. هاي البصرة. مظاهر الفشل الحكومي مو بس بالكهرباء ومي المطر وهاي، لا، اكو مظاهر هواية اتعس. يعني مثلا بطولة الخليج العربي 25 اللي مقامة بالبصرة، من ابرز سمات الفشل هو اللي يصير قضية بيع التذاكر او دخول الجماهير الرياضية الى ارضية الملعب. مثل ما تشوفون الناس تعبر السياج، الناس فوق ناس. قضية التذاكر بعدها هي الشغل الشاغل لهواية من الجمهور الكروي بسبب عجز الجهات المختصة على ضبط هذا الشيء. مباراة منتخبنا اليوم ويا منتخب قطر صار بها دخول عشوائي لأعداد كبيرة جدا من الجماهير ما يمتلكون تذاكر، يعني ما مشتري تذكرة، ما من المفترض أن يدخل، دخل حرم غيره من الدخول. فوضى تعكس كذب ادعاءات وزير الداخلية لما قال انه هذا الموضوع انحل وهذا الموضوع تم تفاديه وما ينعاد مرة ثانية، وهاي المشكلة بعد ما حد يشوفها وراح يكون تنظيم مستمر الى حد نهاية البطولة. لكن اللي صار بخليج البصرة بمباراة العراق وقطر يخالف هذا الشيء. خلونا نشوف. لجنة تنظيمية، هاي اللجنة التنظيمية، شوفوا يعني احنا عندنا تذاكر ومن زمان واصلين قاعدين بالقاع، وناس اللي اصلا لا تذاكر لا شيء هذول هم بس بالبوابات مخلين شرطة وهالأمور، وهنا ما حد أكو ولا لجنة تنظيمية ولا تنسيقية ولا أي أمور إدارية. هاي شوفوا وإحنا قاعدين بالقاع، عندنا تذاكر مشترين حسب الأصول حسب النظام، وهذا شوفوا هذا الوضع. هاي لجنة تنسيقية اللي يحكون عليها، ولما تحكي أنت يقول لك أنت جاي تسقط بالبصرة. أنا ما دا سقط بالبصرة بس مستحيل أكو هيك نظام. مو بهذا الفيديو بالقبل طلع واحد لابس مناظر فدوى بدلتك العسكرية، فدوى للشرايط الأربعة اللي شادهن على اشتافاتك، فدوى للصفارة، أكو سياج لغاد من عندك كلها دا تشوفه، الناس دا تعبر دا تشنبخ، واحد صعد نخلة واحد صعد عمود بس صافرة. زين دولة شنو شغلهم إذا الناس دا تعبر سياج؟ أريد وزير الداخلية يطلع لي هسه عبد الأمير الشمري اللي تعين آمر عمليات بالغلط بزمن نور المالكي، أريد يطلع لي هسه ويقول لي ذولا اللي حاطهم بالباب شنو شغلهم إذا على بعد مترين دا يعبرون سياج ويطبون؟ لعد الجهة الخلفية شلون دا يطبون؟ كسروها بشفل وطبوا. معاناة أكبر. واحد اشترى 14 تذكرة، 14 تذكرة راح تسمعون السعر اللي مشتريها بيه وياته موجود بالفيديو يعني. يقول اني ما شايف فشل بتنظيم بطولة مثل اللي شفته هسه، انحرمت اني وعائلتي ان نطب نشوف مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري ورا ما اشتريت 14 بطاقة بمبلغ كبير، وتفاجئ انه اكو ناس دخلت ما عندهم تذاكر، وهذا الشيء صار على حسابه هو واسرته. بالله بلا زحمة، الفلوس تدفعها منو يطيه اياه؟ خلونا نشوف. بس احسن شو تصور بالوحده ونص، بالوحده ونص ماخذ 14 بطاقه بمليون و400، مليون و400 انا عائلتي الساعه إيه؟ بالوحده ونص اروح بالساعه 12 اروح الملعب ماكو مكان. قبط قبط كله تسويق. والحل شلون هسه؟ شو اسوي البطايق؟ شقق البطايق مليون و400، مليون و400 وحق هذا الله ما يتخلص ساعه بالوحده بالوحده ونص كله تزوير دخله كله تزوير دخله.
بالوحدة أو وحدة ونص يعني قبل بداية المباراة بثلاث ساعات التكتات اللي كان المفروض أغلى سعر بهن 25,000 هو مشتري الوحدة ب100,000 14 دافع 1,400,000 يعني دافع إذا مشتري الغالية بالمنصة فوق دافع 4 أضعاف وتاليتها هو بالشارع قبل شقيت قبل بداية المباراة بثلاث ساعات حتى إذا يريد يروح بكافتيريا ما يلحق يلقى كرسي يريد يوصل لبيتهم بالازدحامات ما يلحق يوصل يعني ضيعتوا عليه المباراة وضيعتوا عليه فلوسه الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع وكان أول تعليق موجود ويانا من فيسبوك حسين عطوان يقول ليش ما يكون البيع بالملعب أو المول وبإشراف الاتحاد وتحديد سعرهم واللي يغلي السعر ألقي القبض عليه من الميليشيات إخلاص كريم تقول هذه متوقعة أنه راح تنباع سوق سوداء من قبل الاستغلاليين همينا من الميليشيات حيدر أبو فاطمة لا تشترون خلي بطايقهم عندهم التلفزيون أفضل وببلاش عمر فلاح جهاد حبيبي كل هذا بسبب اللي يبيعون تذاكر على الفيس يبيع الوحدة لعشر أشخاص كلهم عندهم نفس التذكرة وكلهم يروحون وقل لي هذا اللي يبيعها لعشر أشخاص هذا مو نصب واحتيال هذا مو 56 لو القانون ناس وناس مشاهدينا الكرام نوقف عن الكلام عن بطولة الخليج العربي بالبصرة بس نرجع نتكلم عن معاناة هواية حكينا عليها وراء هذا الفاصل هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7,000 سنة حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام حكينا عن قضية تأثير المطر وانهيار البنية التحتية على واقع التعليم بالعراق هواية لكن الصور اللي دا يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دا تفرض نفسها على المشهد ودا تخلينا واقفين أمام عجز حكومي كبير جدا ولهالسبب دائما دا يتكرر هذا الموضوع عندنا خصوصا إذا ما عرفنا أنه الأطفال اليوم هم بنات المستقبل ورجال المستقبل بهالمناسبة ما لقوا أي حل إلها وأعلنوا تعطيل الدوام إذا ما اشتدت الأمطار لكن هذا الإجراء بعد ما حقق جدواب ظل غرق الشوارع بمياه الأمطار واللي يستمر الأيام وراء بعد توقف المطر مثلا حي الشرطة بغداد صور بينت لنا هناك حال طلاب مدرسة بلد الخير لما يطلعون من بيوتهم حتى يتوجهون إلى مدرستهم شو اسم المدرسة؟ بلد الخير طبعا بلد الخير بس بالاسم لانه العراق بخيرات بس للارجنتين مو للعراقيين لانه هذا الاسم يتناقض ويا واقع البلد المأساوي على الرغم انه تم تخصيص ميزانيات انفجاريه حتى يتم تحسين البنى التحتيه الارجنتينيه خلونا نشوف مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام شارع لا السيارة قادرة تمشي بعدل ولا الناس قادرة تمشي بعدل لأن الشارع طين واحتمال تغرز السيارات والجهال دا يسبحون بالطين ما شاء الله عليهم هذا طبعا الحال مو هم اللي تسببوا به اللي تسببوا به السياسيين اللي هدوهم طينت أحذيتهم طينت ويطبون المدرسة يطينوها ويرجعون لبيوتهم يطينوها والسبب يقول لك بابا الشارع غرقان أنا ما لي علاقة السبب لأنه طفل دا يمشي بوحل
منو تسبب بي؟ آني. نبقى ببغداد وتحديدا منطقة عرب جبور جنوب العاصمة العراقية. تعاني هاي المنطقة طلابها من أوضاع كارثية، فاقمتها الأمطار كالعادة ورا ما رفعت من منسوب المعاناة للطلاب اللي عايشين بهاي المناطق لما يرحون ويرجعون من بيوتهم المدارسهم. وبالعكس خلونا نشوف هاكم. يعني من المفترض اليوم بالعراق وزارة التربية تحدد المستلزمات المدرسية لأي طالب ابتدائية بايسيكل لا يقل حجمه عن 28 حتى يكون عالي عن المي، جزمة عالية، جفوف نايلون حتى من يوقع بيها ما تتوسخ إيده، ولازم يلبس قبوط مطري نايلون شفاف حتى من يزحلق ويوقع هدومه جوا ما تتوسخ، ويا ريت يلبس بدلة طيارين بحيث تكون مقفلة لما يطب للمدرسة ينزعها ويخليها باللوكر الخاص به. هذه المستلزمات اللي لازم تصير بالعراق. نطلع من بغداد نروح القضاء النصر بمحافظة ديقار. ناشط رصد لنا حال مدرسة منهاج الصالحين اللي مهددة أن توقع، واليوم أكو انخفاض بدرجات الحرارة وأكو مطر، المطر اللي دي يوقع الصاحي من البنايات بالعراق. أكو مدرسة مهددة أن تسقط عايشة لحد هاي اللحظة، وتهدد أرواح الطلبة إذا ما انهارت الصفوف على رؤوس الطلاب. والمفارقة مثل ما يقول الناشط أنه الاسم هو الآخر يناقض واقع حال المدرسة، حال هواية من المدارس اللي ما بقى من عدها بس اسمها. خلونا نشوف. مدرسة بيها 150 طالب والمدرسة شو اسمها؟ منهاج الصالحين. شوف الأسماء، تعال شوف الطلاب، تعال الصف السادس، تفضل تفضل أستاذ، تعال يا سياسي يرضى جهال هنا يدرسون، هاي عمدان وطايحة كلها طاقة، شوف شوف بالبرد، شوف درجة يعني مصيبة. هذا الطالب شلون يقرأ شلون يفتهم؟ يا ناس يا عالم بال 2023 هاي بقضاء النصر محافظة ذيقار، هاي إلى أبو العبنية المدرسية أستاذ أحمد، والله عم النصر مفلش تفريش بالكامل، يعني هاي عمدان هنا يقعد، يا مسؤول ابنه يرضى يقعد هنا يدرس، يا مسؤول أكو بيكم واحد يسمع؟ أكو شريف يسمع الحكي؟ هذا حال المدارس. والناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. أول تعليق من منصة فيسبوك صلاح عامر يقول بسبب الحكم الفاسد الذي تتعاقبه هؤلاء اللصوص. سفيان سعد الجبوري الله يكون بعونكم على هاي الحكومة مخازي بمعنى الكلمة. محمد الشمري المسؤولين ما بهم شريف لو 100 سنة تناشد ما يفيد. وأبو عباس الدغلاوي يقول إلى من تنادي لا يوجد سياسي شريف لا ذمة ولا ضمير، هؤلاء الأحزاب عبارة عن عصابات جندتهم الدول المحتلة، يعني خونة ما عليهم عتب. كان هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع وهو انهيار واقع التعليم في بلد انطلقت من عنده الأبجدية. أسهمت الظروف اللي دا يعيشها العراقيين الأمنية والصعوبات الاقتصادية اللي مر بها البلد بارتفاع عدد الأطفال الداخلين إلى سوق العمل أو عمالة الأطفال، رغم المحاذير القانونية والاجتماعية والمخاطر اللي من الممكن أن تواجههم والأعمال اللي يشتغلون بها إن كانت صعبة أو لا. ناهيك أنه ممكن أن يستغلون من قبل عصابات ترويج المخدرات أو الميليشيات للقيام بأعمال تنافي قيم الطفولة. خلونا نشوف.
هذا الانفوجرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي، شكرا لهم. مغردون استقبلوا من دول الخليج العربي، استقبلوا مشاهد الكرام العراقي لضيوف البلاد خلال بطولة كأس الخليج العربي بالبصرة بحفاوة، وأكدوا أن هذه المشاهد مو غريبة، اللي تمسكوا بعروبتهم وقيمها الأصلية، ولهالسبب تصدر ترند العراق عربي حصري، وهذا رد على إيران. ففهد الجمعة غرد على تويتر: معظم عشائر العراق امتداد لقبائل الجزيرة العربية خصوصا شمالها ووسطها، والكرم والترحيب بالضيوف عادات وشيم ورثوها من أجدادهم، فليس بمستغرب هذا الكم الكبير من المقاطع الجميلة التي انتشرت مع بدء دورة الخليج العربي لكرة القدم وترحيبهم بإخوتهم. محمد: خليجي 25 أثبت لنا كم هو الشعب العراقي شعب أصيل ورائع ومرحاب، فعلا طيبتهم تملك القلب، هواية حبيتكم. وعيسى الفايع يقول: يكفي العراقيين والخليجيين والعرب من بطولة خليجي 25 عبارة الخليج العربي على الشعار لإغاظة إيران وأذنابها الولائية. وآخر تغريدة ويانا من الحسن الروي الصقر القوافي يقول: هاشتاغ العراق عربي حصري، عربي خليجي بامتياز، هذا العراق الذي يجب أن لا نفرط فيه، ونحيي حتما عروبته شعبه اليوم خلال ما يسطر من بصمات حول الاستقبال الرائع لأشقائه العرب، لا يحيي فحسب بل يؤكد على نبرة واحدة، نحن العرب كلنا معنيون باسترجاع العراق من قبضة العمايم السوداء ورده لنبعه وسوانيه الفواحة. إذن مشاهدين الكرام، كانت هذه التغريدات على هاشتاغ العراق عربي حصري. وصلتني رسالة تقول: السلام عليكم، شجعون الرياضة للفريق العراقي لبطولة الخليج والموساد الميليشاوي، دخلوا الملعب بأعداد كثيرة بطريقة المافيات لم نعتاد عليها من قبل، وحرموا من دخول الملعب عدد كبير ممن اشتروا البطاقة ليراءوا أنفسهم وأنهم حريصون على رفع رأس العراق بهاي البطولة، ولكنهم يجمعون أموالا تجارة بطولة الخليج ليتقاسموا كعكتها مثل أموال المراد اللي دا تروح الإيران الأرجنتين. مشاهدينا الكرام، حلقة صوتكم انتهت لهذا المساء، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى، في أمان الله.